مرحبا. أعلن العلماء بالأمم المتحدة أنه حجم ثقب طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية بلغ مستويات قياسية، حيث عم بيغطي حالياً مساحة 4 أضعاف حجم أستراليا، وعم بيشكل خطر مباشر على سكان الأرض بسبب الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحروق الشمسية اللي بتصيب الإنسان. وهالسنة بلغ حجم ثقب طبقة الأوزون 28,000 كيلومتر مربع، أي حوالي 4 أضعاف حجم أستراليا وروسيا وكندا، ويعد الأكثر حجماً حتى اليوم. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة لمثل هالوقت من السنة، رطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 125 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، خصوصاً فوق الجبال، وإمكان تساقط أمطار خفيفة بالمناطق الداخلية والجبلية. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل عم بتسجل 20، وبلبقى عم بتسجل 8 على المرتفعات 14 و6 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من القبيات 21، طرابلس 26، معملتين 26، وسط بيروت 27 درجة، بيت الدين 25، صيدا 26، معركة 26، بنت جبال 22، نبطية 21 درجة، ومن بعد زحلة 22، عرسال 24، والأرز 13، والهرمل 23 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 45 و65%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الريح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية غربية لجنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 20 و27 درجة، وبكرة في هطول الأمطار وتتراوح بين 19 و26 درجة، والطقس مكمل إلى غائم، ونهار الخميس بين 19 و25 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 21، القدس 22، مسقط 31، ومن بعد القاهرة 28، وروما 21، وأثينا 20 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تتابعوا آخر أخبارنا.